حاضرها بفضل المركز النسوي، اخذت معهم دورة جرافيك ديزاين ساعدتنا تسويق. تفضل بعدي من عندك. جات كثير كان إقبال عليه، بصمتها الفلسطينية كانت موجودة الحمد لله في دول العربية خارج البلد. بشتغل بمادة اسمها الريزة، بتيجي مادة سائلة بتتصلب وبتتلون وبشتغل. معظم لوحاتي بتركز بالخط العربي. هاي كلمة عشق، هذا حجر طبيعي من فلسطين. هون كلمة عشق. زي اللي رمية السماء البلدي الأصلي، إبليل الجبال، العسل، لبس العناب، وبرضه بندخن الأعشاب. مشاريع صغيرة، هاي بعض المنتجات اللي بتنزل البلاد من ضمنها تدريب. ذلك أن قضية القدس أمانة في عاتقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى باعتبارها آلية تابعة لله منذ عام 1990 وبدأ لاستعمالها كمدارس في أربعة أحياء مقدسية، بناء وتجهيز كل من أهلية من أجل برنامج مستدام لتنمية البشرية في القدس، وتهدف لتحقيق التكافؤ 21 بشراء الأجهزة الطبية والأدوية لمستشفى المقاصد والمركز الصحي 30,700,000 دولار أمريكي، قرابة 64 مليون دولار ضختها. يسمح لنا بأن ننصت ونتعرف ونحاول جدولة أولوياتنا للفترة 2024 ونحن بصدد وضع الميزانيات الخاصة بالسنة المقبلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء. شكر للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً لأصالتهم، وأن المغرب ليس جديداً على فلسطين، فالجذور ممتدة. لا قيمة للرجل بدون المرأة، ولا قيمة للمرأة بدون الرجل. مش ما تشوفوا حالكم علينا بعيدة، منطقة سور باهر، بيت حنين، يعني توزيع الجغرافي كمان للدورات المهنية اللي هي دورة المشاريع أو دورة حياة المشاريع. سؤال، كل واحدة معها فترة محددة أو وقت معين، ده تحكي لنا إيش هي ونبني في طبيعة العمل والبرامج في مؤسسة السماء. فنوجه لكم التحية. فأعتقد على أن هذا المنتدى، منتدى القدس للمرأة والشباب الفلسطيني، يسمح لنا بأن ننصت ونتعرف ونحاول جدولة أولوياتنا للفترة 2024 ونحن بصدد وضع الميزانيات الخاصة بالسنة المقبلة إن شاء الله. ولا نريد في الحقيقة أن نستنسخ المشاريع، كما لا نريد أن إنزال المشاريع من فوق. نريد أن نتقاسم معكم أولوياتكم حتى نستطيع أن نستجيب لما توجهون به. أنتم أصحاب الأرض، أنتم أصحاب الشأن، وأنتم أصحاب المبادرات المخدرة. وأنا أنتهز هذه المناسبة وأتمنى أنكم تشاطرونني في هذا النداء، أننا نطالب كافة العرب في المغرب وفي سائر أرجاء وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج
بأن يكونوا نصرة وداعمين للقدس. حي المملكة المغربية، جلالة الملك، قضية القدس وقضية فلسطين هي قضية المغرب وهي قضية العرب جميعا. وعندما كنت أزور المغرب كنت ألمس حضورا للقدس في المملكة المغربية، كما أن هنالك حضورا للمغرب في مدينة القدس. أدامكم الله ذخرا للقدس وذخرا لهذه القضية العادلة، وشكرا لكم على هذا النشاط. 25 عاما اليوبيل الفضي، 25 عاما من النشاط، وإن شاء الله نحتفي باليوبيل الذهبي وباليوبيل الماسي مع مزيد من العطاء والخدمة من أجل القدس التي هي ليست فقط المقدسات وليست فقط الحجارة التي نفتخر بتاريخها وعراقتها، بل هي أيضا الإنسان. الوكالة التي قامت فعلا بإنجازات متعددة في عدة مجالات، نتمنى لهم العمل الدؤوب والخير العميم، والشكر للعاملين في الميدان. للشكر أخونا محمد شرقاوي وأخونا إسماعيل رملي وجميع الطاقم الذي يعمل. الشكر للمغرب ملكا وحكومة وشعبا لأصالتهم، وأن المغرب ليس جديدا على فلسطين، فالجذور ممتدة منذ قرون، وهذا أمر ليس بغريب أيضا، وإنما هو امتداد لجذور أصيلة تستمر المغرب بها، وهذه قدوة حسنة لجميع الدول العربية والإسلامية لأن تقتفي بأثر وكالة بيت المال في دعم مشاريع القدس. مقدسي، تابعت عمل هذه الوكالة خلال 16 عاماً بعملي كرئيس لوحدة القدس في ديوان الرئاسة ومستشاراً لديوان الرئاسة ومن ثم سفيراً لمنظمة التعاون الإسلامي في دولة فلسطين. كنت دائماً واثقاً أن بصمات الوكالة في المكان الصحيح، سواء في قطاع التعليم بالتركيز على شراء المباني والترميم وبناء الإنسان المقدسي والمحافظة على أصله، وهذا كان مهم جداً. وفي القطاع الصحي أيضاً لدعم مستشفيات القدس المختلفة ومراكز الصحة فيها، ولا أنسى اهتمامهم أيضاً بالنشر الجديد، وهذا الربط الذي يتم سنوياً ما بين أبناء المدينة وشبابها وفتياتها مع أبناء وفتيات المملكة المغربية. في الختام أهنئك دكتور محمد الشرقاوي على هذا الجهد، وأشكرك وأشكر فريق العمل أخ إسماعيل وكافة الزملاء، وننقل تحياتنا من جديد إلى المملكة المغربية باليوم الوطني وإلى جلالة الملك محمد السادس بيوم الجلوس، ونقول ستبقى القدس ثابتة على أقدامها رغم كل إجراءات الاحتلال. القدس نظمت الوكالة اليوم بالقدس الشريف منتدى القدس للمرأة والشباب الفلسطيني تحت شعار معا لنبني جسور ثقة في المستقبل. هذا المنتدى التشريحي الذي يعنى بتشريح أوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسات وللمقدسي أولا، أيضا يأتي في إطار تشريح موضوع الهوية والثقافة في مدينة القدس. هذا المنتدى الذي استهدف عشرات الشخصيات من مدراء المؤسسات المحلية والدولية، الضيوف من خارج القدس ومن القدس الشريف، أيضا استهدف الشباب، استهدف المرأة المقدسية التي تشتغل في المؤسسات والجمعيات المنتجة، لنجتمع جميعا لنستمع لبعضنا البعض، لتكون مثل هذه المنتديات هي البوصلة التي تتجه نحوها وكالة بيت المال
شمال القدس في تشريحها للوضع المقدسي وفي بنائها للمشاريع وتخطيطها للبرامج والمشاريع المستقبلية حتى تكون مشاريع وبرامج وكالة بيت مال القدس ذات لها الحاجة الماسة ولها أيضا الأثر الملموس في مدينة القدس وتكون في إطار الاحتياجات الحقيقية لمدينة القدس. يعني نحن نتحدث عن منتدى مهم جدا تقوم به وكالة بيت مال القدس. نحن نتحدث عن تمكين المرأة الفلسطينية، نحن نتحدث عن تمكين الشاب الفلسطيني، وهو أحد المشاريع المهمة التي تقوم بها وكالة بيت المال. نحن نتحدث عن وكالة بيت المال التي تقوم بعدة مشاريع، منها الصحة، التعليم، المدارس، بناء المدارس، وهذا أرقام تتحدث كبيرة. نحن نتحدث عن أكثر من 64 مليون دولار تم استثمارهم في 25 عام السابقة، وبالتالي نحن نتطلع للعمل وللمزيد من الأعمال من قبل الحكومة المغربية والمملكة المغربية بدعم من وكالة بيت المال القدس. تمكننا من حضور منتدى الشباب المرأة والشباب الفلسطيني ولتمكين المرأة الفلسطينية ومساعدتها بالريادة، ووضع منصة دلالة عن طريق الوكالة لتمكين النساء الرياديات من بيع منتجاتهم، وإن شاء الله تكون فاتحة خير لكل الرياديات، ونشكرهم كلهم على هذا الدعم الرائع. عندي مشروع اسمه كوفيتنا، بيختص بتصميم الأزياء من الكوفية الفلسطينية، ومشروع إنسبريشن فليم كمان كل ما يختص بأمور الشموع. اليوم أنا بحب أشكر منتدى المرأة والشباب لبيت مال القدس الشريف على المساهمة اللي قدموا لنا إياها تنكون جزء من هذا اليوم باحتفال اليوبيل الفضي ونعرض منتجاتنا اللي نحنا بنشتغل عليها. وكمان بحب أشكرهم على المنصة الجديدة اللي عم بيشتغلوا عليها وإحنا جزء منها، هي منصة إدلالة، وإن شاء الله قريباً بتشوفوا منتجاتنا عليها.